يعني عندك غيابات، عندك إصابات، عندك اللي عندك، بس تاني هنرجع نقول الأهلي بمن حضر، فنلة النادي الأهلي تقيلة قوي. عندك ثلاثية ولا أروع في لقاء القمة، 125 في الدوري. الأهلي هنا بنتكلم بفارق 8 نقاط عن الزمالك في الدوري، في مباراة فعلا هنرجع أقول تاني لهذا المصطلح ولا أروع على رأي كابتن مدحت شلبي. يعني شفنا أداء وشفت نتيجة وشفت روح حلوة وشفت جماهير بتساند وشفت كيمستري، ولا يعني ما فيش تاني زيها بصراحة، ما فيش تاني زيها. ومهما كنت في الشاشة قاعد بتتفرج على الهتافات وعلى التشجيع غير لما تبقى قاعد في الاستاد، بصراحة الموضوع مختلف تماما. الهتافات سامعها كأنك قاعد يعني من الثالثة شمال قاعد سامع الهتافات عندك في المقصورة وهكذا حاجة، وتتمنى على فكرة انك تبقى هناك معاهم حاجة ولا أروع. تاني هستخدم هذا المصطلح بجد، مبروك علينا وصباح النصر مرة كمان. هنتكلم في كل التفاصيل، عندنا استعدادات بقى لمباراة يعني الأهلي والبنك الأهلي في الدوري، وعندنا طبعا استعدادات كمان الأهلي لكأس العالم للأندية، وانت داخل بثقة وروح مرتفعة جدا وأداء يعني أعتقد يطمنك للي جاي بإذن الله. خلينا نرحب بالأستاذ أيمن جيلبرتو الناقد الرياضي اللي هنتناقش معاك بقى في كل حاجة، بس طبعا بداية ألف مبروك علينا. صباح الخير عليكم، مبروك علينا كلنا وعلى جماهير النادي الأهلي ولعبته جهازه الفني والاداري والمجلس الاداره. الفكره زي ما انت قلتي كده وزي ما انت قلته في الانترو، عموما هي مش بس عشان المكسب. الاهلي الحمد لله كسب مباريات كتير، كسب الزمالك كتير، لكن التوقيت بتاع المكسب مهم جدا، النتيجه نفسها مهمه جدا، كل حاجه صح اتعملت. على ذكر كابتن مدحت شلبي اللي اكيد بنوجه له تحيه من خلال برنامجنا 10 الصبح في الاهلي امبارح، قال ايه؟ قال لك يا ليلى رد على المستبد. وهي كانت ليلى رد بما لا يدع اي مجال للشك طبعا. لا لا شفت ماتش امبارح ازاي يا كابتن ايمن؟ لا امبارح الماتش الصراحه يعني ماتش تكتيكي مهم جدا. كولر يعني فعلا ادار المباراه بذكاء. يمكن الشوط الاول طبعا كلنا اي حد كان بيتفرج على الماتش كان يحس انه ماتش مش حلو، لا مش حلو خالص، يعني مقفول جدا، او يعني كل واحد واقف مستني تاني يغلط، يعني ما حدش بياخد المبادره. بس كان الاهلي لما يعني ليه فرصتين، الواحده اللي هي بتاعت قفشه والثانيه كان في كهرباء ودي كان اوفسايد، وكان في فرصه اللي هي بتاعت اللي عدت من حمدي فتحي في اخر الشوط وخبطت في القائم ورجعت لكهرباء. كوره غريبه قوي جدا، وهي كمان مش اوفسايد، يعني يمكن هي سوء حظ، يعني حمدي فتحي لو كان بس مد رجله شويه كان استلمها وبقى انفراد. هي كانت ضعيفه شويه برضه، يعني هو ساعات كده اللعيبه ممكن في لحظه يتخض، يعني يلاقي الكوره مثلا فيتخض، هو مش مصدق ان هي جت. فالنادي الاهلي عمل الثلاث فرص دول، وكان نادي الزمالك الكوره زي ما قلتوا كده هي كان ليه كوره واحده الشوط الاول هي محمد الشناوي طلعها ببراعه، وهي ما نقدرش نقول هجمه لان هي تصويبه من بعيد، يعني دونجا استخدم مهاره من المهارات اللي عنده طبعًا. محمد الشناوي تعامل معاها بذكاء طبعًا. اهم حاجه النادي الاهلي عملها امبارح فكره الكره العرضيه بتاعت نادي الزمالك، دي من الحاجات اللي هم مميزين فيها جدا، حتى مع نتائج نادي الزمالك السلبيه هتلاقي الاهداف اللي بيحرزوها دايما هي من الكور الثابته او الركلات الركنيه. زيزو بيلعبها لعبد المجيد مدافعهم، حتى في ماتش بيراميدز عملوها ثلاث مرات بتاع الكاس لحد ما جه الجول. فامبارح النادي الاهلي دفاع النادي الاهلي تعامل بذكاء جدا مع كل الكرات الثابته نادي الزمالك، سواء خط الدفاع او حتى محمد الشناوي في الكرات اللي طلع فيها، فتقريبا ما كانش فيه خطوره خالص لنادي الزمالك. هم كانوا ودي الطريقه اللي هم بيحاولوا دايما يلعبوا بيها النادي، او فريرا بيلعب بيها النادي الاهلي في اخر مباريات، ان هو بيحاول يبقى هو رد فعل، لكن النادي الاهلي بذكائه هو بيسلمه الكوره. يعني امبارح احنا سلمنا الزمالك الكوره كتير، وقفلت زيزو تقريبا ما كانش ظاهر، امام عاشور الوحيد يمكن اللي في الزمالك كان بيتحرك، ولكن برضو بيجي في حته معينه. دفاع الاهلي واقف مظبوط، واول ما كنا بناخد الكوره تحس ان احنا عايزين نعمل الكوره اللي هي ايه ورا الدفاع بتاع نادي الزمالك، لان هو عنده مشاكل كتيره جدا في المنطقه دي، لكن ما كانش فيه توفيق في الكام كوره اللي عندنا. الشوط الثاني النادي الاهلي استمر، بس كان في ضغط اكبر مع ذكاء كولر. النهارده انت في الكوره بيبقى عندك حاجه لطيفه جدا لو المنافس ساعدك، يعني المنافس ساعدك لما يساعدك ده يا سلام، وتبقى شاطر كمان ان انت تستغل. فيرير عمل تغييره اللي فيها اتنين، انا ما فهمتش المثلوثي ليه، يعني كويس، يعني احنا هو كويس لينا بس احنا اتخضينا من التغييره، بس احنا استغربنا قلنا يعني. كويس يعني الحمد لله، لان بعديها فعلا كهربا جاب الجون. وميزه الجون بتاع كهربا لما يجي يتعرض على الشاشه هنا ان الكره نفسها كره ملعوبه، يعني دي هنا الكره بتاعه الشناوي، يعني كره صعبه جدا في توقيت مهم ان انت تتصدى الكره زي دي. لا بتدي ثقه لفريقك، لان برده هي يعني في الاخر هي فرصه الوحيده تقريبا للزمالك. لو هنتكلم على المباراه انا ما اعتقدش الزمالك كان ليه فرصه ثانيه خطره
اكبر من فاهم. جون كهربا الجميل فيه ايه؟ حسين الشحات وبيعمل الكره الطلائع، حمدي فتحي، دور حمدي فتحي سلام بالسيد ده مهم جدا. وانتوا كنتوا بتتكلموا كمان في الانترو، عمل ماتش هايل امبارح بالظبط. يعني يمكن ديانج اللي خد رجل المباراه لمجهوده كبير، لكن حمدي يعني طريقه توظيف لعيب رقم 8 بالشكل ده مع كولر هي من بدايه الموسم موجوده. حمدي فتحي او عمرو السوليه اللعيبه دايما هتلاقوهم موجودين جوه ال 18 بيعملوا التكمله. ليه؟ عشان النهارده لما الناس تعمل اللي هي الديفنس بتاعهم يبقى هو بيحاول يقفل عليك الخط الامامي، فانت النهارده بتزود لعيب اللي هو بيبقى جاي من ورا لقدام كده زي ما بنقول في لحظه هو بيبقى مش ممسوك. يعني هنا في الكره دي وحمدي استلم ولعب الكره شايف كهربا الضغط اكتر كان على قفشه، فده برده ذكاء من كولر بصراحه. بالظبط، هو النهارده اتحرك لقدام استلم الكره ولعبها بذكاء جدا لكهربا اللي كان واقف متمركز بشكل سليم وحط الكره في الجون. حمدي فتحي كمان في الجون الثاني بتاع محمد شريف هي طبعا خبطه فيه، يعني مش هنقدر نقول ان حمدي فتحي بصاب، بس هو تمركزه وان هو بيعافر على الكوره مع مدافع نادي الزمالك خلاه يغلط وراحت الكره لمحمد شريف اللي حطها جون. فالنهارده انت بتتكلم عن توظيف لعيب اللي هو مركز 8، وخصوصا ان حمدي فتحي كمان كان مصاب اصابه قويه في المباراه اللي قبليها وكان في شكوك ان هو يقدر يلعب، لكن يعني تحامل على نفسه مع الجهاز الطبي. صحيح. عملوا جلسات وزي ما شفنا في الصور من اول لحظه كمان بالظبط. وعمرو سليم مصاب ومروان شويه اللي نزلهم عمل فيهم اداء مميز جدا، لكن في الاخر هو لسه يعني لسه جديد طبعا. مع الفريق. فحمدي فتحي ما شاء الله عليه.